السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا عاشر؟ اليوم إن شاء الله درس جديد مادة الجغرافيا بعنوان النماذج من الأحواض النهرية صفحة 63. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولنتعرف سريعا على الدرس. بداية نريد أن نستذكر معنى الحوض النهري. ما هو الحوض النهري؟ عرف يا مس. هو المساحة الأرضية التي تضم مجرى النهر وشبكة أوديته وروافده وفروع المختلفة، وأيضا تضم مناطق منابع النهر ومصبه. إذن هو عبارة عن مساحة أرضية، كل ما يخص النهر يعتبر حوض نهري. إذن المساحة الأرضية كل ما يخص النهر يعتبر حوض نهري، مثل مجرى النهر، أوديته، فروعه، روافده، مناطق المصب، مناطق منبع النهر. أول نهر نتعرف عليه اليوم وهو نهر الأمازون. هذه خريطة قارة أمريكا الجنوبية. إذن يقع الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، ينبع من مرتفعات الأنديز وهضبة البرازيل. طبعا هنا هذه هي موقع مرتفعات الأنديز هنا، ويتجه جريانه إلى أين يتجه جريانه؟ إلى المحيط الأطلسي، إلى المحيط الأطلسي. فبذلك يتجه الجريان من الغرب إلى الشرق، من الغرب إلى الشرق. وأين يصب؟ يصب عند المحيط الأطلسي. يغطي نحو 40% من مساحة أمريكا الجنوبية. إذن هذا رقم يعني كبير، صحيح؟ من مساحة أمريكا الجنوبية 40%، وهو يمثل أكبر حوض تصريف نهري في العالم. إذن ما هو أكبر حوض تصريف نهري في العالم؟ هو نهر الأمازون. يعرف أيضا نهر الأمازون بنهر السلفة. السلفة، علل لماذا يعرف بسهل السلفة خاصة؟ نسبة إلى الغابات المدارية الحارة التي تغطي وديانه. نسبة إلى الغابات المدارية الحارة التي تغطي وديانه. ويعد أغزر أنهار العالم، ذلك مؤكد لأنه هو من أكبر أو هو أكبر حوض تصريف نهري في العالم. يتميز أيضا بالتنوع الحيوي. تنوع حيوي يعني يعيش فيه الكثير من الكائنات الحية المختلفة. مثل ماذا؟ الحيوانات، فيه مثلا حيوانات برية، الدولفين النهري، ثعبان أناكودنا، أيضا أنواع كثيرة من الأسماك وسرطان البحر والسلاحف. فالكثير من الحيوانات تعيش في النهر الأمازون، وذلك يدل على أنه يوجد فيه بشكل كبير تنوع حيوي. تنوع حيوي. ننتقل إلى النهر الميسيسيبي. نهر الميسيسيبي طبعا موجود في أمريكا الشمالية، ينبع من بحيرة إيتاسكا، من بحيرة إيتاسكا من شمال يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ويصب في المكسيك. يصب في المكسيك، إذا من الشمال إلى الجنوب في المكسيك. إذا اتجاهه كيف؟ اتجاهه من الشمال إلى الجنوب. ويعد ثالث أنهار العالم طولا، ثالث أنهار العالم طولا. وأخذ كلمة ميسيسيبي اسمه من لغة السكان الأصليين ويعني النهر العظيم. إذا ماذا نقصد بكلمة الميسيسيبي؟ وتعني النهر العظيم. يعد نهر ميسوري من أكبر روافد نهر الميسيسيبي. إذا ميسوري من أكبر روافد نهر الميسيسيبي، وهو ينبع من جبال الروكي ويتجه شرقا لكي يضم نهر الميسيسيبي شمالا في مدينة ساندرس. ويلقب بالوحل الكبير، علل لماذا ذلك؟ لأنه يحتوي على كثير من الغرين. بعض الصور طبعا للميسيسيبي. ما هي مميزات نهر الميسيسيبي؟ يستخدم لغايات النقل، توليد الطاقة الكهربائية، الري، ويعد من المناطق السياحية الطبيعية حيث تنمو النباتات والأشجار والغابات على ضفتيه. تنمو على ضفتيه، وأيضا تعيش فيه الحيوانات المائية والطيور والأسماك.
نهر العواصم. طبعا سمي بنهر العواصم لأنه يمر بأربعة عواصم أوروبية، يمر بأربعة عواصم أوروبية. يقع أين؟ في قارة أوروبا. ينبع من الغابة السوداء في هذه النواحي تقريبا، الغابة السوداء، ويصب في البحر الأسود، وهو ثاني أطول أنهار أوروبا، ثاني أطول أنهار أوروبا. يمر في عشر مدن صناعية، يمر في عشر مدن صناعية. ما هي مميزاته يا مس؟ يعد محمية طبيعية من أنواع الطيور المهاجرة والأسماك والنباتات مثل الطحالب، وأيضا تستخدم روافده للملاحة. هو من الغرب إلى الشرق يا عاشر، يتجه من الغرب إلى الشرق. سمي نهر الدانوب بنهر العواصم لأنه يمر بعشرة عواصم أوروبية: ألمانيا، النمسا، سلوفاكيا، المجر، كرواتيا، صربيا، ورومانيا، وبلغاريا، ومولدافيا، وأوكرانيا. ننتقل. يقع نهر النيل، يقع نهر النيل في قارة أفريقيا، وينبع من هضبة البحيرات الاستوائية، ويتجه في جريانه من الجنوب إلى الشمال، يعني من الأسفل إلى الأعلى، هكذا من الجنوب إلى الشمال. ويعد أطول أنهار العالم، يجري في عشر دول إفريقية تسمى بدول حوض النيل. دول حوض النيل، وهو يمر فيها عشر دول إفريقية. نشأت على ضفافه الحضارة الفرعونية، وشكل فيضان النيل أهمية كبرى لها، طبيعي لأن الحضارات القديمة خاصة كانت دائما تهتم بوفرة المياه وخصوبة التربة، لأنها لكي تكسب قوت يومها. أهم شيء كان لديهم ماذا؟ الزراعة. إذن شكل فيضان النيل أهمية كبرى بالنسبة للحضارة الفرعونية، حيث امتازت دلتاه بخصوبتها ونشطت الزراعة والري والنقل والصيد، وتميز بالتنوع البيئي والحيواني. هذه تعتبر من مميزات نهر النيل. نهر الأردن. نهر الأردن أين يقع؟ يقع في قارة آسيا. ينبع بشكل رئيس من جبل الشيخ في لبنان، من جبل الشيخ في لبنان. يتكون من ثلاثة روافد، هي الحاصباني في لبنان، والدان في سوريا، وبانياس في سوريا أيضا. ويصب في البحر الميت، يصب في البحر الميت. يتجه جريانه من الشمال، يعني من هنا من عند لبنان، إلى الجنوب إلى البحر الميت، ويشكل حدا طبيعيا بين الأردن وفلسطين المحتلة. وطبعا من مميزاته أن له أهمية دينية لوجود المغطس، وهو أحد مواقع الحج المسيحي، وتستخدم مياهه لغايات الري والزراعة في غور الأردن. وأيضا تعتبر هذه نقطة ثلاثة، محطة للطيور المهاجرة. هذه من مميزات نهر الأردن. لاحظ جمله. هنا لنميز كل واحد عن الآخر، وهذا الجدول مهم جدا جدا يا عاشر، أرجو منكم التقاط له صورة. اسم النهر، نهر الأمازون، أين يقع؟ في أمريكا الجنوبية. من مميزاته من أغزر أنهار العالم، يتميز بالتنوع الحيوي، يمثل أكبر حوض تصريف نهري في العالم. نهر المسيسيبي أيضا موجود في أمريكا الشمالية، يستخدم لغايات النقل، توليد الكهرباء، الملاحة والري. الدانوب في قارة أمريكا، في قارة عفوا أوروبا، ثاني أطول أنهار العالم، يمر في عشر مدن صناعية أوروبية. طبعا
نهر النيل يقع في قارة أفريقيا، وهو من أطول نهر، من أطول، هو أطول نهر أصلا في العالم، يجري في 10 دول إفريقية ويمتاز بخصوبة الدلتا. ونهر الأردن يقع في قارة آسيا ويحتل أهمية دينية لوجود المغطس للحج المسيحي، وأيضا يشكل حد طبيعي بين الأردن وفلسطين. طبعا غير هذه المميزات، وهي المميزات النباتية والحيوانية كما سبق وذكرنا يا عاشر. بهذا نكون انتهينا حصتنا لهذا اليوم يا عاشر، بارك الله فيكم يا من، يعطيكم العافية.